الجائزة الكبرى ميدايز 2018 تمنح لرئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري مكافأة على جهوده في خدمة التقدم والسلام والتنمية ببلده. رئيس بوركينا فاسو عبر عن تقديره لهذا التكريم وللترابط القوي بين الشعبين البوركينابي والمغربي. هذا التقدير المتبادل بين الشعب البوركينابي والشعب المغربي أسعدني، خصوصا الترابط بينهما. الملك محمد السادس يعمل دائما على أن تبقى إفريقيا موحدة وقوية، لذلك نحن نقدر الخطاب الأخير للملك الذي يعمل أيضا على جعلنا قادرين على تفادي القضايا الخاطئة بين البلدان الإفريقية وتفادي المناقشات التي تؤخرنا، والعمل على تهدئة العلاقات بين البلدان الشقيقة. بعد التكريم تواصلت أشغال منتدى ميدايز 2018، وتم التركيز خلال المناقشات على كيفية الوصول إلى ديناميات جديدة للتعاون وكذا التحديات الاقتصادية. ميدايز يفتح المجال للتفكير في التجارة والتبادل الحر، وهو نموذج أجمع عليه كثيرون على أنه أفضل وسيلة لتنظيم التطور الاقتصادي والاجتماعي. لكن حتى الآن هناك تجارة وتبادل حر غير منصفين، لذلك الناس تفقد وظائفها ويعيشون في الفقر. يجب الوصول إلى أفكار جديدة وبنبض جديد للقضاء على هذه الآفة. الدورة 11 لميدايز المتواصلة إلى غاية 10 من الشهر الجاري بطنجة تشارك فيها شخصيات دولية مهمة، وتنكب على تدارس الرهانات الإقليمية والعالمية الكبرى، من بينها انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، ومبادرة الأعمال بين الصين وإفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة والأمن والطاقة والاقتصاد العالمي.